À ma connaissance, le dernier grand interprété, c'était en 1971. كنا متعاملين اقتصاديين تاعنا تاع مجلس اقتصادي في كثير من الولايات، يعني أباوا أنهم يفرحوا أبنائنا، هما كانوا تاع اليتامى في يعني في الولايات الأخرى، ولكن اليوم يعني الناس اللي كانوا تضروا يعني بهذا الفيضانات كانت حوالي 300 يعني بذلة للعيد. ولكن في الحقيقة كان عندنا تبادل آخر مع السيد الوالي، تكلمنا بزاف على الاقتصاد، تكلمنا على السياحة، على الصناعة، ويعني وكان فيه يعني تبادل يعني شيق، ولكن يهم في الاقتصاد وكيف نجمو نديرو مرافقة ميدانية للمتعاملين الاقتصاديين. ويعني حتى في الميدان هذايا يعني حبيت كنا نعاودو نرجعو باش نشوفوا يعني كيف نجموا تكون فيه مرافقه ميدانيه للمتعاملين، عدم متعاملين اقتصاديين هنايا. ولكن في السياحه كذلك حنا شفنا يعني تيبازا ميزات تاع السياحه هي براتيكمون زون توريستيك اكسبسيونيل، وفي الحقيقه حنا كي نشوفوا يعني لا كوت تاعنا كي امبورطونت، ولكن يمونك بوكو دانفراستركتور. احنا صح عندنا بترول، ولكن اللي عندنا اكثر من بترول هي سياحة جزائرية، لازم اليوم يعني نحسنوها، اللي عندنا لكن لان عندنا قدرات كبار اللي لازم يعني نجسدوها في الميدان. دي زد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.